يا خرشو زنايا اوكرانيا تيت كودا از اوكرانيا انت من ايجا شي شو لا تكوني بتعرفيني لا بعرف واحد من ايجا لهجتك صايره مثلهم هلا بدك تقولي اني بقيت فتره باوكرانيا يعني طبعا بعرف روسي بس صار لي زمان ما حكيت لهيك صار لازم روح على دوره اللغه ما قالت هيك حسن عم بتقول انك بتحكي روسي بس بلهجه ايجا وانا جاوبت لاني ما حكيت من زمان انعوج لساني والله انا اللي شايفته انه قلبك كمان انعوج والله يا عمو تبهدلت وما بقى عندك فرصه ابدا انتوا امتى رح يخلص اذنكم ما بعرف لا يلا خدي امسكي عم قول هاي البنت بلا ما تبقى هون انا بساوي شغل البيت لحالي معقول هيك بدي اياكي تخصصي لي وقتك كله الي ما بدنا نكون مشغولين بشي ابدا غير ببعضنا